ها؟ تعيد وين؟ ما شايفك انا. اي ريس اي ريس شنو؟ اي مالك؟ ها؟ اي ما انا جيتك هسه. ما تكورك يا اخي. في شنو؟ لما تجي هنا ما تكورك، تكلم براح. كويس؟ او حتكورك. كويس؟ ما تكورك. ما انت اللي بتكورك. انت اللي بتكورك. بالله؟ ما انا عملت لك مسكول ما رجعت لك، قلت اجيك هنا. عملت مسكول؟ اي. انت قاعدك الحكومة يا اخي. حكومة ايه؟ المرة. ايوه. هاي المرة من الحكومة. ايوه. اي. انا حاسس داير امشي احصل السوق. سوق شنو؟ السوق يا اخي السوق. السوق بتاعنا. السوق بتاع شنو؟ السوق بتاع الدولارات يا اخي. ايش؟ هنا. هنا ده ما بتقول دولار. ما اسمه دولار. اوعى تقول دولار وما تكورك. ما تكورك. ما تكورك. ما تكورك انت يا ريس. ما تكورك انت. انا قاعد اكوري. هاي بتكورك. في شنو؟ كويس. السعر المطروح هسا في السوق ان احنا زايدين فوق له 500. سعر شنو؟ سعر الدولار. تكورك يا اخي. يعني شنو كان عندك اشتك تكورك كده؟ ماما انت ما جبتني، جتني كده فجأة كده. اها. يعني نزيد فوق لل 500 فوق للسعر دي ولا نواصل كده يعني؟ ما تزيد. ما تزيد. اول حاجة نحن اسف فكين اشاعة. كويس. مصادرنا كلهم قلنا لهم فكوا إشاعة على وسائل السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي إنه الدولار حينزل، ونحن هنا حنقوم ننزل الدولار. إنت قايل الغرض شنو؟ الغرض شنو؟ الغرض إنه نحن نقوم نلم الدولار. ما تكورك. كورك. بتكورك إنت يا ريس. بتكورك إنت يا أخي. الغرض إنه نحن نلم الدولار كله، بعد ما نلمه نقوم نرفع، وكده نكون سيطرنا على سوق الصرف. ما حنخلي ريال ولا دينار ولا يورو. كويس. وانت بالذات عاوزك اليومين ديل تلف لي. ما عايز ولا بصلعة حايم. يا ريس اولادك جلحات انا ما بخليها للصلعة. تاني ما تجيني هنا جدا.